بسم الله الرحمن الرحيم. تأمل لتنشيط الهمم. نجلس مستقيمي العمود الفقري، نلاقي مكان مريح للكفين، نرخي أصابع الكفين، أصابع القدمين، كتفين، ذراعين، نرخي الرقبة، كل الجسم. ونحن بعدنا مفتحين عيوننا بزاوية 30 درجة أمامنا. عم ننظر بعينين وكأنهما نصف مفتوحتين. عم نراقب الخط الفاصل بين عالمين، عالم مادي كثيف وعالم طاقي يجسد هذا العالم الكثيف. العالم الطاقي فيه معلومات كامنة تريد الظهور. نغلق العيون الآن، نأخذ تنفس شهيق وزفير بهدوء، نتصور بالشهيق الهواء عم يشحن الخلايا، عم ينشط كل وجودنا المادي، والزفير بصير في عملية استرخاء. مع الشهيق شحن، مع الزفير استرخاء. كل ما صار في استرخاء أكثر، كل ما تمدد الفكر أكثر. نشعر بالجسم المادي، نشعر بوجودنا المادي، منقدر نحترم هذا الوجود، نحترم كل خلية من الخلايا الموجودة، منثبت وجودنا في هذا العالم على شكل جسم مادي يتم استخدامه من قبل ذكاء أسمى بشحن من الروح الحي الذي لا يموت. هذا الجسم المادي له موجة مادية معروفة، بننتقل لموجة أخرى من الاهتزاز، بيعبر عنها التنفس بمنطقة الرئتين الصدر عبر الشهيق والزفير. منراقب الهواء من جديد، الشهيق عم نتنفس الهواء المنعش البارد، بالزفير عم بصير فيه استرخاء أكثر للجسم. في هذه اللحظة بدنا نتصور أنفسنا أنه رح ننهض بدون ما ننهض، ما نشعر بشعور النهوض. الآن عم نعطي أمر للنهوض، عم نحس في طاقة معينة لأجل أن ننهض، وعم نبقى بمكاننا بدون نهوض. عم نشعر كيف هي القوة الكامنة الآن تمر عبر ذكاء
بيمثلوا العقل، لكن لا نريد النهوض، لم تظهر القوة لعالم الفعل. بنفس الوقت رح نردد حرف صوتي بدون ما نطلق أي صوت، فقط منشوف طاقة هالحرف فينا. لنفترض حرف ما، كل واحد رح يردد بداخل نفسه صدى حرف الما بدون ما يطلق الصوت. شحنة طاقية تريد الظهور عبر الفم فلا تظهر لتبقى بداخلنا. وهكذا فإن العالم المادي يحتاج معلومة داخلية بهمة مؤثرة لتظهر لساحة الفعل بشكل حركة. من السكون تنطلق الحركة، ومن الوجود الواحد يتشكل أكوان بعملية ما، من خلية وحيدة على شكل بيضة يخرج لوجود كائن متعدد الخلايا. من البذرة تخرج الشجرة. وهكذا من أي ترديد صدى الصوت مع ملاحظة هذه القوة الداخلية. اللي نفرض الآن رح نردد حرف الآ، لكل ترديد داخلي منلاحظ تشكل طاقة على شكل مشاعر معينة، طاقة داخلية. هذه الطاقة الداخلية نحن نختار أن تظهر للسطح أم في داخلنا. فالإنسان في الحياة الثانوية دوما يحتاج لقوة داخلية ستظهر لاحقا في العالم الخارجي، والداخلي سيوازي الخارجي. من ثمارهم ستعرفونهم، فعل الأذى بأي وسيلة من الوسائل عبر الفكر أو اليد أو الشعور أو اللسان ينم عن وجود معلوماتي داخلي. الفرق كبير بين ظهور المودة واللطف والخدمة والتعاون وتشجيع على الخيرات وبين الأذى. ما بداخلنا سيعبر عنا. الآن ننتقل للوجود الإشعاعي فينا. نتصور الجسد المادي هو بمثابة الشمعة الجامدة، و لهب الشمعة بمثابة الفكر بمنطقة الرأس. نمتد ونتوسع عبر الضوء
بنحس بوجود أشعة تنطلق من لهب الشمعة اللي براسنا. هي الأشعة نقدر نوسعها على الجهتين اليمين واليسار بشكل شعاعين من نور عم يمتدوا لبعيد. على الجهتين عم تمتد منا أشعة من نور، عم ترجع أيضا تمتد لكل الجهات، عم تتوسع في كل اتجاه. أشعة النور عم تغمر كل موجود. النور الذي في داخلنا المغذى من طاقات تخصنا من خلال عناصر الوجود الخمسة يتحول لخدمة ببث موجات لطيفة لكل الكائنات التي تعيش حولنا ويمتد لكل الأرض ولكل الأكوان. فالفكر خالق لهذا الاتساع إذا ما أحسننا تمديده بالنور وتنشيطه من خلال توازن العناصر الخمسة في داخلنا، فيصبح واقعنا الخارجي متوازن. من هنا فإن هذا التأمل سيرفع سوية الوعي الجمعي وسينهض بالهمم لتخرج القوة الكامنة في بذرتنا الداخلية لعالم السطح الخارجي تحت شعار ساعد أبدا، لا تؤذي أحدا، أحب الجميع واخدم الجميع. ناخد شهيق من جديد. زفير بهدوء. منثبت هذه الهمة، هذه القوة الداخلية فينا. منثبت هذه المعرفة لنعقد العزم على أن نختبر نفوسنا في العالم الواقعي. شيخ من جديد، منحس بأصابع الإيدين، نحس بوجودنا الجسدي من جديد. نشعر بهذا الوجود المادي بعد أن أدركنا أننا أيضا بوجود ذبذبي ووجود إشعاعي. ناخذ تنفس من جديد. نحس أكثر بالجسد المادي. نرجع نفتح العيون نصف تفتيحة أو بزاوية 30 درجة لندرك من جديد معنى العالمين المادي واللطيف الكثيف الذي يتولد من نور اللطيف وكل العوالم بداخلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.